السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولوا للطفل والطالب في الفصل خد قرار، اشتري هدومك، يقول ما عرفش، اختار حذائك ما عرفش، اختار تخصصك في الجامعة ما عرفش، اختاروا لي انتوا اتخاذ القرار. نتحدث عن القيادة وعن تربية الأبناء على كيف يصبحوا قادرين على اتخاذ القرار. أحبائي الكرام، اتخاذ القرار عملية تواجهنا عندما نواجه مشكلة ما أو عائق ما يتطلب منك اختيار بديل أو حل أفضل أو الأنسب من مجموعة حلول محتملة، محصلة مجموعة من الآراء والأفكار والاتصالات، وذلك للوصول إلى الهدف أو النتيجة المرجوة. لماذا يعجز الأبناء على أن يتخذوا القرار في أمورهم الحياتية وليست في أمورهم المصيرية؟ ثم عندما يتحولوا إلى أناس مسؤولين في مؤسسات يفشلوا في إدارة وفي اتخاذ القرار المناسب، ويضيعوا أنفسهم ويضيعوا مجتمعاتهم ويضيعوا أوطانهم. ما العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار؟ ضمنها أحبائي الكرام القيم والمعتقدات، وكذلك الميول والطموحات، ثم بعد ذلك العوامل الجسمية والعوامل النفسية. من المؤكد أن قيمي ومعتقداتي ستؤثر في اتخاذ القرار، ثم ميولي وطموحي سيؤثر أيضا في اتخاذ القرار سلبا أو إيجابا، ثم العوامل الجسدية والعوامل النفسية تؤثر في اتخاذ القرار. يبقى السؤال، ما الخطوات التي يجب أن نتبعها أو تتخذها عند اتخاذك القرار؟ 1، كما تحدثنا في حل المشكلات، تحديد الإحساس بالمشكلة وتحديد المشكلة، لابد وأن نحدد أهمية اتخاذ القرار، ثم نحدد الخيارات المتاحة لنا في حال اتخاذنا القرار، ثم النتائج المرجحة لكل قرار سيتم اتخاذه، ثم تحديد الخيار الأفضل في ضوء تلك النتائج، ثم تحديد أهمية هذه النتائج. أحبائي، لنصائح في غاية الأهمية لي ولكم عند اتخاذ القرار. لابد وأن نحدد هدفنا ومشكلتنا بدقة عالية جدا، بجمع معلومات كافية. في صنع القرار لابد وأن نتيح الفرصة للمشاركة لكل من له علاقة، لابد وأن نطلب عدة خيارات وبدائل، لابد وأن نوازن بين البدائل ونحدد نقاط الضعف ونقاط القوة فيها، لابد وأن نشترك مع الزملاء ومع المحيطين في تحديد الخيار الأمثل وشاورهم في الأمر، ثم تجمع هذا التصور لتضع نقاط النتائج السلبية والإيجابية، وتضع تصور زملائك وفريق العمل الذي استعنت به وجماعة الأتباع حول اتخاذ القرار المناسب، ثم نختار الوقت المناسب لإصدار القرار ونحدد المسؤولية في التنفيذ، ولا بد من توفير الدعم المادي والمعنوي لإنجاح القرار، ثم نتابع تنفيذه، ثم نضع إجراءات مكتوبة في حال عدم تنفيذ القرار، ثم نكتب تنبيهات وتنويهات عند اتخاذ القرار. أحبائي الكرام، لا يجب أن نلجأ لأول حل يخطر ببالنا، بل يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين في مجال اتخاذ القرار. لا يجب أن يكون القرار مبني على ردة فعل غير مناسبة. كل هذه تنويهات في غاية الأهمية. هناك قرارات مصيرية يترتب عليها ما يترتب من أمور في غاية الخطورة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. إذا اتخاذ القرار يبنى وفق رؤية علمية ومنهجية ووفق تفكير علمي ووفق الاستعانة بآراء أهل الخبرة وليس أهل الثقة. القرار المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب كلها أمور في غاية الأهمية. أحبائي الكرام، القرار لا يبنى على موقف عاطفي ولا يبنى على أول فكرة تخطر في البال، وإنما يجب أن يدرس. والأمم التي تدرس قراراتها هي أمم نجحت في اتخاذ القرار. أما الأمم والأفراد الذين يتسرعوا في اتخاذ القرار بناء على حب فلان أو كراهية فلان، هؤلاء بنوا آراءهم وقراراتهم على أمور شخصية. علموا أبناءكم وعلموا أبناء المجتمع أن يتخذوا القرار بعيدا عن الغضب، وبعيدا عن عنصرية، وبعيدا عن جاهوية، وبعيدا عن عصبية، دعوها فإنها منتنة. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى الملتقى مع فن وتربية وصناعة القائد. أحبائي الكرام، دمتم على خير.